ننتقل مشاهدينا الكرام لمقر وزارة الخارجية لنقل مؤتمر الصحفي المشترك بين سامح شكري ونظيره المقدوني حول سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ومنظمة التعاون الأوروبي والاستفادة من العلاقات القائمة على مدى منذ استقلال شمال مقدونيا للبناء عليها بما يحقق الاستفادة والمصلحة للدولتين. تناولنا العلاقات السياسية الاقتصادية الثقافية، أيضا تناولنا رئاسة شمال مقدونيا للتعاون فيما بين منظمة التعاون والأمن الأوروبي والشركاء المتوسطيين، وأيضا تولي شمال مقدونيا خلال العام القادم لرئاسة منظمة التعاون والأمن الأوروبي، وهي منظمة لمصر علاقات ممتدة معها عبر السنوات الماضية. هناك اهتمام باستمرار التنسيق الوثيق فيما بين البلدين، وأيضا في الإطار المتعدد والدعم المتبادل للمرشحين من قبل البلدين في إطار منظمة الأمم المتحدة. إن شاء الله تم الاتفاق على استئناف الحوار السياسي المنتظم فيما بين البلدين، وأيضا المراجعة الكاملة للإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بما تلبي الاحتياجات وتتواكب مع التطورات وبما يؤدي إلى دفع العلاقة والارتخاء بها. إن شاء الله سوف ألبي الدعوة الكريمة اللي تلقيتها من معالي الوزير خلال العام القادم لزيارة سكوبيا، وإن شاء الله تكون فرصة أخرى لتبادل وجهات النظر والعمل على تحديد مجالات التعاون واستكشاف المجالات الجديدة التي من شأنها أن تخدم مصالح الجانبين. خلال مباحثاتنا أيضا تطرقنا إلى الأوضاع سواء في منطقة البلقان الغربي أو أيضا منطقة الشرق الأوسط، التحديات الكثيرة التي تواجه الطرفين. تم استعراض الموقف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، أيضا الجهود التي تبذلها مصر في تحقيق الاستقرار، في جهودها التنموية، في التعامل مع قضايا الإرهاب ومواجهة الإرهاب، وأيضا الجهود التي بذلتها مصر ونجاحاتها في السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعية. وتستمر مصر في كل الجهود من أجل إقامة علاقات تعاون، علاقات صداقة، علاقات مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وبالتأكيد أنه الأسلوب الذي تطورت به وضعية شمال مقدونيا منذ استقلالها وعلاقتها في محيطها الإقليمي وانتماءاتها وتطلعها إلى أن تكون عضو بالاتحاد الأوروبي تفتح كلها أفاق جديدة ومتنوعة لعلاقات بناءة فيما بين الجانبين. مرة أخرى بتوجه بالشكر على زيارة معالي الوزير والترحيب به في مصر، ونتطلع أن تكون لنا لقاءات عديدة في المستقبل. شكرا جزيلا. Thank you so much. شكرا جزيلا معالي الوزير. في البداية أريد أن أشكر معالي الوزير لهذا الترحاب الحار وهذا الترحاب الرائع، وأنا ممتن للغاية لزيارة هذا البلد الرائع مصر. وبالفعل فأنا أتفق مع معالي الوزير بأننا قد بالفعل أجرينا مباحثات صريحة وواضحة من أجل دعم العلاقات الثنائية والعلاقات الودية بين الطرفين، وهذا على أساس الاحترام والثقة، والتزمنا سويا بفكرة تقوية هذه العلاقات
والبحث عن فرص أفضل من أجل تنمية هذه العلاقات، واتفقنا على أن لدينا فرص رائعة من أجل تحسين هذه العلاقات، وخاصة في الإطار التجاري والإطار الاقتصادي، ونحن بالفعل لدينا النوايا من أجل توسيع هذه العلاقات وتكثيف هذه الجهود في إطار حوار سياسي. وأعتقد أن هذه الزيارة زيارة هامة بالفعل، وتمثل حجر الأساس في هذا الإطار. وبالفعل قد وجهت الدعوة لصديقي معالي الوزير لكي يزور إسكوبي العاصمة المقدونية، وذلك في العام القادم. وهناك خطوة أساسية وهي فكرة التواصل المباشر فيما يتعلق بالغرف التجارية من أجل تطوير العلاقات التجارية ومجالات الاتصالات، وكذلك من أجل تطوير آفاق كثيرة وآفاق متعددة من أجل مصالح البلدين والشعبين. ونحن على وعي كذلك بالتحديات المعاصرة التي نواجهها حاليا، وكذلك ضرورة تنوع مصادر الغذاء، وكذلك وخاصة حينما يكون لدينا وفرة من المنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق من أجل توسيع دائرة التعاون الاقتصادي وآفاق التعاون، وبحث عن كذلك إمكانيات أخرى. وكذلك ناقشنا فكرة القضايا في حوض المتوسط، وخاصة الاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك خاصة سوف يكون لدينا فرصة رائعة عندما نتولى رئاسة المنظمة في، وكما تحدثنا من قبل أن مصر تعد شريكا أساسيا، وهي شريك هام للغاية في تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون، وأعتقد أنها تلعب دورا هاما في مسألة مواجهة التحديات الأمن العالمية. وكما أخبرت صديقي العزيز معالي الوزير أن البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي لمصر يمثل حجر الأساس لهذه العلاقات، ويجعل بالفعل مصر عضوا أساسيا ولاعبا رئيسيا في إحداث توازنات، وخاصة في ظل هذه الأزمات التي نواجهها في العالم حاليا. وكما تعرفون أن الاعتداء الروسي الأوكراني في واقع الأمر إنما هو يمثل كذلك تحديا كبيرا، وخاصة لهؤلاء الشركاء المتوسطين. ونحن هنا نقدم كمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ممارسات رائعة وحوار متبادل لتبادل الخبرات. وكما تعرفون أننا ننظر إلى العديد من القضايا مثل التغير المناخي والتحديات الأخرى، ننظر إليها بعين الاعتبار. تهديدات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات كلها من مواضع الاهتمام المشترك، ويجب التصدي إليها وفقا للحوار والتفاهم. أشكرك معالي الوزير على ضيافتك الكريمة خلال زيارتي، وكما أكدت في اجتماعنا لدينا دعوة مفتوحة، وأنا أتطلع إلى الترحيب بك قريبا في سكوبيا، حيث يمكننا مواصلة تبادل الحوار المثمر حول كافة القضايا التي تناولناها اليوم. شكرا جزيلا. استفسارات السادة الإعلاميين. أستاذة بسنت من وكالة أنباء الشرق الأوسط. سؤالي موجه للوزيرين، في ضوء تطور المشهد العالمي الحالي وما نشهده من تحديات أمنية واقتصادية، كيف ترون التنسيق بين دول مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية؟ شكرا. المنظمة طبعا من الآليات الهامة لتحقيق الاستقرار وبناء أطر التعاون في النطاق الأوروبي أساسا، ولكن الشركاء المتوسطيين واتصالهم بالمنظمة واستفادتهم من البرامج المتاحة بتؤهل لمزيد من مجالات التعاون. بالتأكيد أنه هناك رغبة من جانب الشركاء المتوسطين
بأن يكون هناك مزيد من التركيز فيما يتعلق بالقضايا سواء السياسية أو علاقات التعاون الاقتصادي التي تربط بين الشركاء المتوسطيين والمنظمة، ونتطلع بأن يستمر الحوار فيما بين الجانبين، ونتطلع إلى رئاسة شمال مقدونيا للمنظمة واتصالها بالمنطقة المتوسط بصفة عامة لأن تكون مروجة للتشاور فيما داخل المنظمة ومع الشركاء لوضع الآليات والمجالات اللي تعزز من التعاون من خلال المنظمة وتصبح أكثر تأثيرا في تحقيق الأمن والاستقرار. هناك تجارب خضتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في السابق يمكن الاستفادة منها في المنطقة، ولكن أيضا هناك مجالات للتعاون وتكثيف التعاون الاقتصادي فيما بين الجانبين إذا ما وضعت الآليات والبرامج اللي تحقق ذلك. شكرا جزيلا على هذا السؤال. أعتقد أننا قمنا كما تعرفون أننا قمنا بتأسيس هذه المنظمة في عام 1957، ومنذ ذلك الوقت ونحن نحاول تقوية أواصر العلاقات وتقوية أواصر التعاون من خلال الحوار ومن خلال التواصل المباشر. وأعتقد أن هناك منهجا فريدا من نوعه في مواجهة كذلك التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار والسلام. وكما تعرفون أن الشركاء المتوسطيين دائما ما يساهمون في هذا الأمر من أجل تعاون أكثر وكذلك سلام دائم. وأعتقد أننا نحتاج إلى أن نجلس وأن نتبادل الخبرات ونضع الآليات والتي تمكن المنظمة كذلك أن تحقق الأهداف. هناك كثير من التحديات التي نواجهها، ونحن نعد بأننا سوف نبذل قصارى جهدنا من أجل تطوير آليات التعاون وآليات التواصل مع الشركاء المتوسطين. وكما تعرفون أن جمهورية شمال مقدونيا تلعب دورا فعالا ولعب بالفعل في عام 2022، وكذلك نحن سوف نتبادل الخبرات بعد فترة من التوقف في الأردن منذ العام في الفترة السابقة، ونحن نعد بمزيد من التعاون وأوجه التواصل. وأعتقد أن هذا المؤتمر كان مؤتمرا ناجحا، ونحن سوف نستمر في بناء كثير من العلاقات التعاونية والبناء بين الطرفين. شكرا فندم محمد جمعة. اليوم السابع، سؤال مع الوزير سامح شكري بخصوص القمة العربية الصينية الأولى في الرياض. تقارير أمريكية تتحدث أن هذا يعني انتقال من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية واستبدالها بالمحور الصيني، ما ردكم على هذه الأقاويل؟ السؤال لمعالي وزير خارجية مقدونيا بخصوص حديث الرئيس المقدوني يوم الأربعاء المقبل بأن حوالي ربع الشعب المقدوني لم يعد يقبل بفكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي، هل هي رسالة من مقدونيا لدول الاتحاد الأوروبي لتسريع انضمام بلادكم إلى المنظمة بعد ضمها لحلف الناتو في مارس 2020، أم أنها رسالة أن مقدونيا لا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ظل تراجع الدعم الشعبي للانضمام للاتحاد الأوروبي؟ شكرا جزيلا. ليس فقط شمال مقدونيا، ولكن المنطقة برمتها تحتاج إلى هذا الأمر. فعلى المستوى التاريخي والثقافي والجغرافي والاقتصادي وحتى على المستوى السياسي هناك حاجة ملحة لفكرة التواصل مع الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن مقدونيا تلعب دورا مركزيا في هذا الأمر.
وكما تعرفون أننا محاطون بكل أعضاء الاتحاد الأوروبي ولدينا كذلك أواصر سياسية، وكما تعرفون أن اقتصادنا متكامل مع الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا قرار مصيري بالنسبة لشعبنا في 30 عاما الماضية من أجل أن ندخل في تكامل وأن ننضم للاتحاد الأوروبي. والنقطة الثانية، هناك تحولات تحدث وتغيرات تحدث في اتجاهات الأفراد، وكما تعرفون أن هذا ربما نابع من عملية التحديات التي نواجهها في رحلة الانضمام، وربما لدينا الكثير، ربما لديهم قناعة بأن هذا هو مصيرنا في نهاية المطاف، وبالتالي سوف يكون، أعتقد أنه سوف يكون هناك كثير من المنافع والمصالح المشتركة، فهذا هو البديل الذي هو أمامنا الآن، وأعتقد أن المشروع الأوروبي سوف يكتمل حينما تنضم دول البلقان كذلك. فيما يتعلق بقمة العربية الصينية اللي عقدت في الرياض بالأمس، وأكيد أنه توجه مصر هو متسق مع توجه بقية الأشقاء العرب في إقامة علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة فيما بين كافة الشركاء الدوليين، ولا أحد ينكر بأن الصين دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، دولة استطاعت خلال المرحلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة في المجال الاقتصادي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، لها تأثيرها في محيطها الإقليمي والمحيط الدولي بحكم مكانتها وقدرتها، وأنه بالتأكيد أنه هناك اهتمام لدى الدول العربية بأن تكون لها علاقات متوازنة مع كافة الشركاء الدوليين بما يحقق المصالح المشتركة دون أن تكون هذه العلاقات على حساب أي طرف آخر. فمصر وشركائها وشقائها العرب الاهتمام بأن تسعى لتعزيز العلاقات مع الشريك الصيني بما يؤدي إلى توسيع رقعة التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. الصين حضارة عريقة، وأيضا الدول العربية تمثل حضارة أسهمت في التكوين الإنساني الراهن، وبالتالي هناك أسس تاريخية لهذه العلاقة يتم البناء عليها. لكن مرة أخرى لا ينظر إلى هذا التطور باعتبار أنه ينتقص من أي علاقات أخرى، وإنما هو يعزز من التفاهم والشراكة والاستقرار وإقامة علاقات على أسس سليمة متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع أهداف التنموية لتسعى الدول العربية إلى تحقيقها لصالح شعوبها. سؤال أخير. تفضل. محمد فتحي، قطاع الأخبار للإذاعة. سؤالي للوزيرين برضو، يعني احنا بنسأل برضو ان يعني هل مع الوزير سألته يعني تناقشته وتبحثته بشأن الهجرة غير الشرعية بين الوزيرين، خاصة أن شمال مقدونيا يعني لها دور كبير في 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 مجموعة الشركاء للأمن، وهذا أمر مهم، خاصة أن برضو يعني في أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاقية يعني في تشرين الماضي يعني عشان خاطر موضوع الهجرة غير الشرعية. تناولنا خلال مباحثاتنا قضية الهجرة غير شرعية، وشرحت لمعالي الوزير الإدراك المصري لمدى حساسية هذه القضية بالنسبة لشركائنا في أوروبا، والجهود اللي اطلعت بها مصر لمنع أي هجرة شرعية تصدر من أراضيها، سواء من خلال اتخاذ الوسائل الأمنية لمراقبة حدودها البحرية، وأيضا العمل على تفكيك منظومات
جريمة المنظمة اللي بتستغل هذه القضية لتحقيق الأرباح، والجهود التنموية أيضا اللي اتخذناها لتوفير فرص العمالة للمواطنين المصريين بما يحميهم من المخاطر المرتبطة بالهجرة، بحثا عن الفوائد الاقتصادية، وكل ذلك أدى إلى أنه لم تخرج أي سفينة لهجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر من 2016. ولكن أيضا أكدت للوزير بأن مصر ملتزمة بكل الأطر القانونية اللي انضمت إليها لتتناول قضية الهجرة بصفة عامة، وأنها تتناول هذه القضية من منظور إنساني وحضاري، وما استقبلته مصر خلال السنوات الماضية من أعداد كبيرة من المهاجرين بلغت حوالي 6 مليون، وبالتأكيد أنه مصر تستضيف أشقائها على أراضيها مرعاة لدوافع اللي أدت إلى تركهم لموطنهم، ولكن لم تقم مصر أي معسكرات للإيواء، وإنما تركت حرية الامتزاج وتوفر لهؤلاء كافة الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين. هذا من سبيل إدراك مصر لمسؤوليتها تجاه أشقائها، مراعاة لقضايا حقوق الإنسان وإزكاء حقوق هؤلاء كفئة تحتاج إلى الرعاية والدعم. وما نلقى من الشركاء في الاتحاد الأوروبي من دعم في الحقيقة لا يتناسب مع الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر في هذا الصدد، ولكن نحن نستمر في سياستنا من منطلق المبدأ ليس انتظارا أو تطلعا لاستقطاب التأييد، وإنما نطرح الأمر مجرد كوقائع وعلى شركائنا مراعاة هذا، لأنه يصب في مصلحة المتبادلة لنا سواء في مصر أو لدى شركائنا في أوروبا. Well, indeed, we بالفعل لقد تحدثنا بشكل مطول كل التحديات التي تحدث بسبب فكرة الهجرة والهجرة الغير شرعية، وبسبب كذلك الرحلات الخطرة التي حتى يصل المهاجرون إلى المأوى الأخير، وبالتالي هناك كثير من التحديات. وأعتقد وكما أوضحت لمعالي الوزير أننا نحن بالفعل نقدر تماما الدور المصري في مواجهة الهجرة الغير شرعية، وأعتقد هذا دور رائع ويجب أن يساند ويدعم بكل قوة، لأن دور مصر دور فعال في هذا الأمر بعد ذلك في إحداث تداعيات ونتائج على الساحة الأوروبية. كما تعرفون أن مقدونيا الشمالية تلعب كذلك دورا هاما، وهناك ربما 4 ملايين شخص في عام 2015 تجاوزوا الحدود المقدونية، ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول أن نقوي من هذه العلاقات ونحاول أن نضع حدا لهذا الأمر، ومن خلال الترتيبات الثنائية نستطيع أن نحقق هذا التطور النوعي وكذلك تقوية القدرات. فمن يناير حتى الآن لقد منعنا 23,000 محاولة هجرة غير شرعية من يونان إلى شمال مقدونيا، وربما كان هناك كذلك من دول أوروبية كانت تحاول أفراد يحاولون الدخول عبر الحدود الأوروبية، ومن هنا فنحن بالفعل نحن كثفنا كل جهودنا مع الحلفاء الأوروبيين، وبالفعل اليوم قمنا بتوقيع الاتفاقية من أجل استخدام كافة قدراتنا من أجل كذلك توسيع مواجهة هذه الظاهرة وتوسيع جهودنا في هذا الإطار وبما له من تأثيرات متتابعة بعد ذلك.